عرضت وزارة التربية والتعليم خطتها القادمة حول إخلاء عدد من المدارس مع بدء العام الدراسي المقبل، نظرا لوضعها الإنشائي وتوفير البيئة المدرسية المناسبة، لكونها أولوية مطلقة للوزارة لضمان استمرار توفير المقعد الدراسي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. لضمان استمرار توفير المقعد الدراسي للجميع ومراعاة قرب المسافة لمناطق سكن الطلبة قدر الإمكان مع توفير المواصلات عند الحاجة لمستحقيها، قامت وزارة التربية والتعليم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في ديسمبر العام الماضي بوضع الحلول وبعرض خطتها القادمة حول إخلاء عدد من المدارس مع بدء العام الدراسي المقبل، نظرا لوضعها الإنشائي وتوفير البيئة المدرسية المناسبة لكونها أو أولوية مطلقة للوزارة. وزارة التربية والتعليم باشرت بالإجراءات اللازمة ووفرت البدائل اللازمة في حدود الإمكانات المتاحة وبأقل الأضرار الممكنة، ومؤكدة على أن الوضع الاستثنائي سيكون بصفة مؤقتة، حيث ستعمل الوزارة بإعادة بناء المدارس والمباني تمهيدا لإعادة تشغيلها لاحقا. وفي إطار الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في وقت سابق وفدا من أصحاب السعادة النواب بهدف عرض خطة الوزارة لإخلاء عدد من المدارس مع بدء العام الدراسي المقبل نظرا لوضعها الإنشائي، وشرح كافة الإجراءات لضمان استمرار توفير المقعد الدراسي للجميع تنفيذا لمبادئ وثوابت المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما أشاد وزير التربية والتعليم بتفهم النواب وأعضاء المجالس البلدية وأولياء الأمور لهذا الوضع الاستثنائي المؤقت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستفتح خلال العام الدراسي المقبل عددا من المدارس في كافة المحافظات، والتي سوف تعزز الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة وتحسن من جودة الخدمات التعليمية المقدمة بها.